ما تابعتم معنا قبل قليل في النقل المباشر للمحاضرة. إذن هذه المحاضرة التي نشطها اليوم الداعية وسيم يوسف في ختام زيارته إلى الجزائر شهدت إقبالا كبيرا من طرف معجبيها الذين توافدوا إلى قصر الثقافة مفدي زكريا لمتابعة قصص والمحاضرة التي أعدها الشيخ وسيم يوسف تحت شعار كن نخلة، حيث دعا الجزائريون إلى الدفاع عن هويتهم وتاريخهم. اظهروا الحب وأنتم أحياء، عمروا أوطانكم، هذا فيما بيننا المجتمع. نأتي الآن للوطن. الوطن، أنت ما تفتخر أنك جزائري؟ ها؟ والله يا أخي أنتم من بلد ووطن مليون ونصف مليون شهيد، والله العظيم أنتم من وطن لو وزع دماء المليون ونصف مليون شهيد لأصبح بحرا، فكل الأرض ارتوت منكم. فما تفتخر أنك جزائري، أنت جزائري، ارفع رأسك. هذا الجزائر الآن لما مر بعدة أزمات، أنا على فكرة جلست مع معالي الوزير أخبرني عن قصص في الجزائر كيف قتلوا 45,000 في يوم، عارفين التاريخ 45,000. تعرفوا ايضا قصه المروحه؟ تدمير الاسطول الجزائري، تعرفوا؟ دخلت في متحف مقام الشهداء، صح؟ مقام الشهيد، غرفه تعذيب، يعني كيف كانوا يعذبون. تقول لي المرشده: يا شيخ كل الادوات حقيقيه. اوجعتني، فتقالت لي كلمه المتني، تقول: يا شيخ شايف حوض الاستحمام اللي احنا نسميه الان في العصر الحديث الجاكوزي هذا، صح؟ قال: هذه اهدتنا اياه امراه جزائريه كانت تعذب فيه، يعني يدخلون راسها ويعذبونها، فاهدتنا اياه. الزجاج حقيقي، الكهرباء حقيقيه، اجدادكم عذبوا ليبنوا الوطن، عشان يبنوا وطن عذبوا وأزقت ارواحهم، دافعوا عن لغتكم، هويتكم، عن دياركم، عن مساجدكم، عن خيركم، من أجلكم أنتم، من أجل أحفادهم. ثم أدوات التعذيب هذه ذاقها أجدادكم أنتم. ما يوجد إنسان إلا ويتذكر العشرية السوداء، ما يوجد إنسان إلا يقول جدي شهيد وأطلق عليه الرصاص، وآخر يقول عمي شهيد، وآخر يقول عمي مجاهد. تفتخرون بهذا الكلام. فأنتم الآن في مرحلة بناء وطن، مرحلة بناء وطن. الأعين عليكم أهل الجزائر، الأعين عليكم. الأعداء كثر، لا أحد يرجو من العدو أن يبني وطنه وحضارته وأن يبني له مجدا. تاريخكم يكفيكم، تاريخكم أنتم يكفيكم أن تعتز به العرب، أفلا تعتز به أنتم؟ لهذا الجزائر جزائر، الجزائر هي الجزائر، عمروا أوطانكم واستثمروا فيها. الشيخ وسيم يوسف استغل هذه الفرصة ودعا الجزائريين إلى حب وطنهم، واعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من ديننا الحنيف. هذا هو، أنا لا أعاتب الجزائر بفعل بعض الجزائريين، ولا أعاتب الإمارات، دولة الإمارات، بفعل بعض أبناء الإمارات. الوطن يبقى إيه؟ وطن، وطن، وفعل الأفراد لا يعيب الوطن أبدا. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، يعطيك دلالة حب وطنك، كن مع وطنك. أنا بسألكم سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لإيه؟ ليه؟ للإسلام، التوحيد، صح؟ لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حرب داخلية بمكة؟ ما فكرتم فيها؟ لما سوى اغتيال؟ كم حالة اغتيال وقعت في مكة؟ جاوبوا. مسكين الولد، يمين شمال، حب يشوفني؟ يعيشك ربي. فأنا بسألكم سؤال: كم محاولة اغتيال
حدثت في مكة؟ جاوبوا. ها؟ ولا واحدة. يعني أنا بسألكم سؤال، أبو جهل ما آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح؟ ما آذى الصحابة؟ زين، عمار ما عذب؟ صح؟ سمية ما عذبت؟ ليه الصحابة ما قالوا احنا بننتقم براويكم؟ وفي الليل جاء يمشي مثلا أبو جهل وطعن وهرب، تصير ولا ما تصير؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بحركات الاغتيال؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دينك مش للقتل ولا للاغتيال، أنت هدفك وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة. هل من الرحمة الاغتيال؟ فلما أنا مثلا حنا في الصالة واحد الله لا يقوله طبعا يسلمنا يدخل الله أكبر بوم، وين أنت؟ هل هذا دين؟ بسألكم أنا أتساءل، هذا دين؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالاغتيال بل كان يأمرهم أن يكتموا إسلامهم ويعاملوهم؟ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السلم الأمني الوطني حتى لا تحدث إيه؟ فتنة فيستشري الدماء. هذا وهو بين مسلم وإيه؟ كافر. الثورات العربية حصلت بين من ومن؟ بين مسلم ومسلم. بسم الله، هذه مصيبة بل كارثة. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم، تصور معي أنت، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساجد وأتي بأمعاء إبل. تعرفون أمعاء الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ومسكوا أمعاء الإبل وضعوها النبي صلى الله عليه وسلم بقذوراتها بأمعائها بشحومها بدمائها. تصور هذا. بسألكم سؤال، لو أنت تشوف الآن ما تأتي وتقتل؟ صحابة شافوا والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما فعل شيء صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بعتبة، دعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فوضى داخلية في أين؟ في مكة. هم لما طلبوا الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم قرع لها الطبول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أين؟ إلى المدينة. فلهذا أمنك هو أمن لدينك. الإسلام جاء ليحفظ خمسة أمور، الإسلام جاء ليحفظ خمسة أمور، وش هي؟ حفظ إيه؟ الدين، العقل، المال، النفس، ها؟ النسل، صح؟ العرض هو النسل، خمسة. أنا بسألكم سؤال، هذه تستطيع توفرها إذا فقد وطنك الأمن؟ صح؟ شوف الإسلام جاء يحفظ لك هذه الأمور خمسة.